مشاهدينا أهلا بكم. في البلدان العادية قد تجد أسواقا للماشية، الخضروات والفاكهة أو حتى للمنتجات المستخدمة، ولكن في هذا المكان الأمر مختلف تماما، فهنا ستجد كل المنتجات الخاصة بالجان والعالم السفلي. قد لا تصدق الأمر، ولكن هذا يوجد فعلا. تفاصيل غريبة تسمعها لأول مرة سأرويها لكم. في عمق القارة الإفريقية وتحديدا في مدينة لومي عاصمة توغو، يقع واحد من أغرب الأسواق في العالم. فهنا يمكنك أن تجد مسحوق حرباء، جمجمة فرس، كف غوريلا، ضرس تمساح، قدم فيل. وهذه الأشياء هي بالضبط العلاج الفعلي لما يصيب الناس من أزمات مشاكل اجتماعية ومالية وحتى تحديات سياسية. هذا ما يعتقد فيه كثير من الناس في تلك المناطق ومدن أخرى مجاورة، حيث يعتقد البعض أن هذا هو العلاج للعديد من المشكلات، ويشاركهم في هذا الاعتقاد أصحاب هذه السوق بالطبع، وهم رجال غريب الأطوار يدعون إتقان طلاسم هاروت وماروت وحيازة أسرار النجوم التسع وقراءة العيون والأكف. فضلا عن الفناجين، فأسسوا أكبر سوق مخصص لمواد العالم السفلي والعلاجات الشعبية منذ أكثر من قرن ونصف. وفي تلك الفترة كان السوق داخل حدود مملكة داهومي بنين حاليا. إنه سوق أكوديسيو أو سوق الشعوذة أو سوق العلاجات الشعبية كما يفضل أصحاب تسميته. ويرى رواد هذا السوق إن كل المخلوقات مقدسة وكلها تمتلك قدرات علاجية سواء حية أو ميتة، وينبغي فقط معرفة مجال نفع كل واحدة منها، حيث يعتقدون أن الطيور عموما تعالج مشاكل الإنجاب والخصوبة، وكف الغوريلا يزيد الرزق، أما رأس الأرنب فيقوي الذاكرة، وهناك أشياء مختلفة لجميع أنواع المشاكل. والطريقة الأغرب كانت الوخز بالإبر، ففي هذا السوق تجد مجسمات صغيرة عليها دبابيس، حيث يعتقد رواد هذا السوق إن تلك الطريقة تضمن تقنية علاجية شبيهة بتقنية الوخز بالإبر الصينية، لكنها أكثر روحانية، حيث لا تحتاج أن تلمسك وإنما يكفي أن تضعها على المجسم الخشبي. ليس سوق السحر هو الشيء الغريب في هذه المنطقة، فهناك تنتشر ديانة الفودو في توغو والتي تعتبر ديانة رسمية في بنين، وقد وصلت إلى أمريكا اللاتينية عبر سفن المهاجرين. ويعتقد أتباع هذه الديانة أن هناك آلهة متعددين 40 أو أكثر، ولكل إله تخصص محدد، ويؤمن أتباع هذه الديانة بأن لكل إله سحرة يختارهم. ويعتبر هذا السوق هو المكان الرسمي لأبناء هذا الدين، فهو ليس مجرد سوق تجاري وإنما يعتبر معبدا أيضا. وفي النهاية، هل تعتقد في هذا الأمر وأن باستطاعة أحد أن يستخدم الجان في العلاج الروحاني، أم أن هذا الأمر ضرب من الخيال؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. إلى اللقاء.